واحد. Hello. Do you have some? Where is everyone? Yeah, it's a video. Say cheese. That was too funny. Like, oh, oh my, ever seen that many slime. I saw them last year. Guys, ثلج. يعني هي ما اقدر كل ما اجي لهذا المكان ما اكون لابسه زين. Guys, شوفوا اني ايش دا اكل لان مسويه دايت كالعاده. بس والله شكله شهي صح؟ وسويت ويا تمن عدس وحطيته بهذا الكونتينر. انت دا تاكل سندويشة دجاج؟ والله شكلها شهي هم يامي. Looks so good. So guys, يلي ما مسوي لي سبسكرايب بليز لا تنسون تحطوا لي لايك وتسوي لي سبسكرايب على هذا الفيديو. I love you. هذول حلوين. Guys, شوفوا المفلرز. They're so cute. طبعا ما قدرت اصور واحنا بزار لانه كلش التهينا. قاعد شوفوا هذولا. They're so cute. Guys, احنا محل اسمه Anthropology. كلش احب مالت الغراب. It's so cute. اشياءهم كلش يونيك. Oh cute. So cute. هذا هم حلو. Guys, يعني صدق حتى ما اريد اشيلهم هالقد ما انه it's so comfortable. جدا يعني. Guys, أطيب أورنج جوس. It's so good. طبعاً اليوم أني رح أروح أسوي حواجبي وأخيراً. اللي يعرفني واللي شايف قناتي يعرف إنه هذول كلها رسم أني أسويها وحدي. بس خلاص بزعت guys لأنه كلش هواي تاخذ من يومي بين ما أسويها. وصراحة طول الفترة هذه أني خايفة أسويها تاتو لأنه أحس يعني الحواجب دائماً تتغير. يعني كستايل وكشكل على طول يطلع ستايل جديد ومود جديدة. فما ردت يعني التزم بلوك ثابت. بس صراحة يعني كلش دا اتعب من دا اسويهم اني وحدي وهواية دا تاخذ من وقتي يوميا يعني. فقلت خلاص خليني اروح عند وحدة هنا أنا بأوتاوا كلش معروفة لبنانية اسمها آية. ويمكن انتو تعرفوها هم لانه عندها قناة على اليوتيوب وعندها انستغرام بهواية فولورز وهيك. طبعا راح احط كل معلوماتها جوا بالبايو. كلش محترمة البنية وحبابة و I really really look up to her. يعني شغلها كلش حلو. طبعا اني اعرفها ما اعرف اذا هي تتذكرني او لا. بس اني اتذكرها من يعني فوق هيك العشر سنين يعني من زمان زمان. مرة كنت بماك الكوزمتيك مال ماك ذاك الوقت هي كانت هناك تشتغل وساعدتني اجيب كونسيلر وهواي ساعدتني يعني اختار اشياء ميك اب وهاي. يعني ما شاء الله عندها خبرة بالميك اب ويعني باشياء التجميل عموما يعني. فمتحمسة اشوفها واكيد طبعا ما تتذكرني يمكن حتستغرب من احكي لها هاي القصة. فيا متحمسة اسوي حواجبي جايز ان شاء الله تطلع حلوة. كلش خايفة. اهم شيء انه ما اطلع شريرة لانه انا مرات من اسويها وحدي اطلع شريرة. فان شاء الله ما اطلع شريرة. جايز شوفوا انا ويا منو. ايا اليوم راح نعمل حواجبها. او ماي جاد. طبعا قلت لها انا كلش خايفه وقبل ما اجي قلت لكم هم ام ريلي سكيرت خايفه. بس اي نو انه انا بايد امنه صراحه. يعني والله شايفه شغلها واعرفها من سنين اتابع شغلها الحمد لله. يعني everything بتسويه is amazing. وطبعا اللي اي احد ساكن باتوا راح احط كل معلوماتها بالديسكربشن بوكس. تسوي هوايه اشياء تتعلق بالتجميل. وانت يو كان توك مور يو كان ايش تسوي غير الحواجب؟ هلا انا بشتغل بتوريد الشفايف وبالحواجب. مرات بعمل ايلاينر وبختص بالخرم وبعلم كمان. فبعلم ستودنتس كيف يعملوا خرم وتاتو للشفايف والحواجب. So وكل شيء طبيعي. Yeah. وحتى بيرسينج بتعمل. ايوه خرم. او خرم. That's what you guys call it. Well, I say انا بقول
باللبناني انا مش فاهم انه ايش خرم بعدين طخت. سو يا جايز هسه حنبلش. رح ترسم لي اياها طبعا، رح تمسحها على الاكثر، رح نسوي نفس الشيب. فيا وصي وارجع لكم لما نخلص. Stay tuned. Alexa pause because you have copyright music. Yeah, صح that's true. Or you can like mute it. Yeah, I brought it down. Yeah, أحسن أحسن. Bring it down a little bit. I know. I don't know if you want down though. Let's see. Like this is how I would do it, but okay. As long as ما يعني. Oh, there's the mayor. لا لا ما يخالف. Yeah. Go with that. Yeah. As long as ما لما كمان ما بدي أطلع evil. أنا اللي بعملهم ما بحبهم. In a way, لأنه بيخلي. And I would bring it down like this, but still open. Like how much open? شفتي ما هو. Yeah, like you're still open, but like I want you to approve. I want to like اخترع من عنده. Yeah. No, I feel you. Oh, sorry. Yeah. Can't lose the shape. No, I love the shape. صراحة now that I'm seeing it on camera. Like, look at it, into name it. Okay, hold on. So the lighting. جايز رح نروح بهذا الشيب بس بسرعة رسمت لي اياه. Switch down. Are we good? Yeah. You're comfortable? Yeah, I am. Okay, good. Oh my god, no. كثير حبيتهم. They look super natural. Let's do it. Yeah. Let's do it. Is my hand okay like that, or is it in the way? Yeah, no, it's fine. I'm just gonna feel. If you, I don't know, you might want to use your other hand. Oh, okay. Just to hold it. I'm not doing five head needle. That's why it's airy and fluffy when you're done. Oh. It doesn't look like patchy or like tattooy. Do you know what I mean? Like see those dots? I just keep adding dots and dots and dots until it becomes like a powder. Oh my god. So it doesn't look like a block tattoo. اي بكره البلوك تاتو. I know which one you mean. Guys شوفوا ماتي الايبروز يعني خيال. سامة ننظفهم شوي. واو I love them. بيعقدوا. عن جد شوفوا guys. واو. Oh it's okay هلا انا بقفله. It's messed up. Oh my god. كثير حلوين ايا. ليه ما سويتهم من بدري؟ عن جد. وي سوري خليني بس طلع شغله. لا ماي مام از نوت غانا بي ديسابوينتد باي ذا واي. طبعا ماما كانت كلش خايفه اسويهم. شيز لايك لا انت حواجبك اوريدي حلوه. بس انا مشكله انه حواجبي كل وحده تختلف يعني هاي. لا بس هسه بيرفكت. وحلو سويتها بخان. اي لاف ات ذات اتس ثيك. يا اصلا بيزين ما عندي دمبل كثير ثيك. اي ويش. صح طبعا انا هسه رجعت للبيت. شلون حواجبي؟ جايز اي لاف ات كلش حلوه. طبعا هسه انا ما مالي النهايه بس يعني عايفتها مثل ما هي شلون رسمت لي اياها. وحتى لي قدامهم سوتها هيك. شوفوا اذا اقرب شوفوا شلون تطلع كلش حلو شغلها. كلش حلو. I love it. بس ما يتجوع. اجيت دا اسوي لي بيض اومليت. ودا احاول اسوي as healthy as possible. كل الصحي. دا استخدم هذا الاويل من كوستكو. ما بي هواي سعرات حرارية. Just 5 calories. نص سبراي. يعني ما هواي انا حطيت. وهذا بيض. بيضتين. وبيض بيض. نص كوب بيض بيض. وهنا عندنا الخضرة اللي هي البصل أنواع الفلفل والمشروم. حطيته على نار هادية لأنه ما أريد أكثر من الدهن حتى ما يحترق ويذوب ويانا. وهسه كلش أنصيها حتى ما تحترق وراح أغطيها هم. جايز طعمها خيال. جايز الاكل يجنن. ماي اومليت والله كلش طعمه طيب.
طبعا انا ما اكل ويا خبز، اكل ويا هذا كراكرز، كلها 90 كالوري. واشبع، مو ما اشبع، اشبع. هلو، هاي، اهلا وسهلا فيكي. واهلا وسهلا فيكي انت حبيبتي. جايز، اليوم انا اجيت عندها حتى اسوي فيشل. طبعا هي هسه بدها تنطيني نصايح وبدها تقول لي انه شقد مهم انه الشخص يسوي فيشل على اقل شيء، نو سوري، اكثر شيء مره بالشهر، صح؟ واقل شيء مره كل فصل، يعني هاي شغلة مهمة. صراحة أنا دا أقول لها إنه أنا آخر مرة سويت facial guys it's been سنتين، like over سنتين. I know بس اليوم أنا جاية هنا حتى أسوي facial وياها. she's amazing، وطبعا راح أحط لكم الصفحة مالتها بالdescription box جوا الفيديو. اللي ساكنين في أوتاوا واللي ساكنين في غانو يقدرون يتواصلون وياها. guys أهلا وسهلا فيكم. تسلمين حبيبتي والله. أنا يسوى يشوفوا، أنا يعني صراحة ما أسوي collaboration ويا أي أحد، بس من دخلت على الصفحة مالتها وشفت البيفور وآفتر قلت أنا هي جارد يصير وجهي بالضبط. ذكروا هالوش بعدين ما راح يصير، بس نحط foundation يتغير. وإن شاء الله يا رب يعني I see the most amazing. راح أقولها بالمغربي غادي يعجبك الحال، إذا عندك أكيد عندك متابعات مغربية. أكيد يا وش اللهجة المغربية شوية صعبة. بعرف أنا هذا ليش قلت لها، لأنه نحن بنختصر والكلمة عندنا يعني في عندنا مفردات بس بالمغرب يفهموها. تعرفي شو؟ يعني غير عن الشغل هذا، خلينا نسوي شي يوم تحدي اللهجة المغربية. والله كتير حب كتير راح نضحك، لأنه عراقي أنا بعرف، في عندي جاري عراقي وفي بعرف ناس كمان كمان ناس عراقيين. في فرق كبير، هيوج، ما حد يطلع ثاني. أنا أعرف أنا. واللهجة المغربية يعني لو كتير بتضحك صراحة. لا شوفي هي حلوة، بس أنتوا تدخلون هواية لهجات فرنسية أو كلمات فرنسية. فأنا يعني صفر الفرنسي غير. في كلمات مغربية صارت مثل شو يعني، في كلمات فرنسية هي فرنسية صارت مغربية. يعني حولتوها. مثل يعني صباح هيدي بنقولها دي. صح هاي صباح، حتى اللبناني بيحكوها هذه. يس يس. في كتير كلمات يعني هلا ما عم. بس بنعمل الفيديو إن شاء الله. والله بنعمل الفيديو إن شاء الله. I'm so down. So guys. كتير راح نضحك والله. من جد. So هي guys طبعا دخلوا على مالتها الانستغرام. هي مو بس تسوي facial، she does يعني تعمل a lot of stuff، أشياء ثانية. ليزر، واكس ريمو، هير ريموفل، بعمل كتير منيح حواجب. كتير بحبها. جايز اريدكم تدعموها، اوكي؟ فراح احط كل معلوماتها جوا هذا البوكس، واللي مثل ما ذكرت ساكنين باوتاوا وغاتنو، بليز سووا مسج لها وشوفوا شغلها وانطوها تشاو. اوكي جايز، وهسه اني خلصت الفيشل. واو، شوفوا وجهي، شوفوا النظاره وخشمي، طبعا كله كان البورز مليانه طبعا، هواي يمكن ساعه كامله هي بس على خشمي. وبعدين طبعا انا يعني من شت ازم وجهي هنا كان اكو كلها يعني حبوب صغار جوا الجلد، كلها شالت لي اياها، نظفت لي حواجبي، سوت لي مساج. او ماي جاد، يعني الشعور يعني والله نمت سيريسلي. تعالي طلعي بالقناه. ثانك يو سو ماتش يا اموره والله. يعني على الشغل الحلو الشغل النظيف. جايز لازم تجربون مالتها الفيشل. طبعا I've done facial، انا مسويه facials قبل، بس اكو كم من ماشين باي ذا واي استخدمتيها انا I didn't know. والله في اشياء سويتها I was like خليها كملي just do the job. بس لا والله كلش حبيت. thank you so much. وانتو جايز شوفوا وجهي عن قريب ايش قد نظيف. I love it. thank you love. Hello. This shot is going to be so nice. Really? Yeah. Guys, it's the museum. It's the Ottawa Center, Art Center. Ottawa Center? Yeah, I thought Ottawa it was... Art Center. Oh, Ottawa Art Center. Yes. Okay, we're here to take a picture. Of course, you know from my vlog.